بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر أشعياء، وصلنا لآخر إصحاح 34. إصحاح 34 كان بيتكلم عن خراب البلاد الوثنية، وفي الوقت ده الناس كانت مستبعدة إنه ممكن ربنا يرفع شعبه وينصفه ويجازي شعوب وثنية. فبيقول في آخر الإصحاح: فتشوا في سفر الرب واقرأوا، واحدة من هذه لا تفقد. يعني إيه؟ يعني واحدة من النبوات دي لا يمكن تفقد. تفكرنا بكلمة ربنا يسوع لما يقول السماء والأرض تزولان لكن كلمة واحدة أو حرف واحد من كلامي لا يزول. فهنا واحدة لا تفقد، يعني اوعى تفتكر ان في كلمة قالها ربنا ممكن تقع على الارض. مش ممكن. كلام الناس يقع، تخيلاتهم، نبوءاتهم، تخميناتهم، انما كلام ربنا لما يوعد لازم يلتزم. فلان ربنا تنبأ عن هلاك الاشوريين في الوقت اللي الاشوريين في عزهم، الناس كانت حاسه انه ايه الكلام ده، الكلام ده صعب قوي يتطبق، ومين يعني يصدق؟ قال لهم بصوا فتشوا واقروا كويس، مفيش كلمة من اللي قاله ربنا هتنزل الأرض. لا يغادر شيء صاحبه، يعني ايه؟ الحاجة اللي اتقالت على حد لازم هتحصل. اتقالت نبوة على أدوم، اتقالت على أشور، اتقالت على بابل، اتقالت على فارس، مفيش نبوة مش هتركب على صاحبه. لأن فمه هو قد أمر وروحه هو جماح. لما ربنا يقول كلمة لازم تحصل. وهو قد ألقى لها قرعة ويده قسمتها لها بالخيط. يعني إيه؟ يعني ربنا على شعبه ألقى قرعة وقال دول نصيبي، دول شعبي، وقسم لهم الأرض وقسم لهم النصيب. وبالتالي بدل ربنا قال كده، حتى لو كل الأخبار والتوقعات في اتجاه آخر، اللي هيحصل اللي قاله ربنا. إلى الأبد ترثها إلى دور فدور تسكن فيه. ندخل في إصحاح 35. إصحاح 35 ده نهاية الجزء اللي احنا سميناه من الأول الجزء اللي يميل إلى الوعيد والتهديد والإنذار. كل اللي فات ده 34 إصحاح رسائل توبة، رسائل توبة موجهة لشعبه وموجهة إلى شعوب أخرى، وقليلين اللي استفادوا من رسائل التوبة. فبيختم الجزء الطويل ده، لأن من 36 هتلاحظوا أن سفر أشعياء بياخد جو مختلف. من 36 هتبقى حكاية هنمشي فيها النهاردة، لأنها هتاخد طبيعة بصوا بقى الناس اللي صدقت ربنا بيحصل لها إيه، واللي ما صدقوش ربنا بيحصل لهم إيه. فهتبقى قصة على كل اللي فات ده، تطابق اللي قاله بشكل عملي واقعي. تفرح البرية والأرض واليابسة، ويبتهج القفر ويزهر كالنرجس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الارض اليابسه او البريه هتفرح بربنا. تفرح البريه والارض اليابسه ويبتهج القفر ويزهر كالنرجس. دايما تشبيه البريه اشاره الى الكنيسه لما تكون جافه، او النفس البشريه لما تكون بعدت عن ربنا. ما نقول صارت نفسي لك مثل ايه؟ أرض بلا ماء. فلما تسمع عن البرية حاجة ناشفة كده، قحط. وكلنا بيجي لنا وقت بيبقى الواحد حاسس إنه ناشف، مش عارف يصلي، مش حاسس بربنا، مش طايل تعزية. فهنا نتيجة التوبة، لما ربنا يعزي الإنسان بالتوبة يقول تفرح البرية والأرض اليابسة ويبتهج القفر ويزهر كالنرجس، يعني يطلع منه ورد مع إنه صحرا. يظهر إظهارا ويبتهج ابتهاجا ويرنم، يدفع إليه مجد لبنان بهاء كرمل وشارون، هم يرون مجد الرب بهاء إلهنا. يعني إيه؟ يعني النفس اللي انتظرت ربنا وكانت تئن طلبة بصراخ أن ربنا ينصفها وسط إحباطات كتيرة، لازم يجي لها وقت تنتعش ويبقى لها مجد وتشوف بعينيها تدخل ربنا. شددوا الأيادي المسترخية
والركب المرتعشة ثبتوها، قولوا لخائف القلوب تشددوا، لا تخافوا هو ذا إلهكم، الانتقام يأتي، جزاء الله هو يأتي ويخلصكم. أظن الآيات دي معروفة شوية. شددوا الآيات المسترخية يعني إيه؟ في واحد ساعات إيده تقع كده تسترخي، ليه؟ عشم في ربنا وما شافش، صلى كتير وما تعزهش، أو طلب من أجل طلب وربنا ما استجابش، فيجي له إحباط، يجي له شك، إيديه ترتخي، يعني يقول ما هي مش ملهاش لازمة الحكاية، الصلاة زي قلتها دي حرب. فهنا بيقول لا، شددوا الأيادي المسترخية، يعني شجعوا الناس المحبطة اللي مستبعدة تدخل ربنا، اللي مستبعدة المعجزة، اللي مستبعدة أن ربنا يقبل التائبين، شددوا الأيادي المسترخية. عدو الخير دايما يلاعب الناس باليأس، واليأس له شكلين كبار قوي، شكل يخص الخطية وشكل يخص التجربة. شيطان اليأس بيلعب على حاجتين كبار، يا إما يفضل يفكرك بخطيتك فتيأس وتقول هصلي ليه، ما أنا ضايع كده كده، ما أنا هروح النار، هتفرق إيه الصلاة دلوقتي؟ يبقى هنا يأس من أخطائك. يعني لو كان الابن الضال فكر أنا مش معقولة أبويا هيقبلني ما كانش اتحرك من مكانه، لكن هو كان شديد وقام وخد موقف. النوع الثاني من اليأس هو المرتبط بالتجربة، أن تبقى في أيام صعبة والإنسان يصلي وما يلاقيش نتيجة، كمل صلاة، كمل، ربنا ممكن يتأخر بس له معاد، وهو عارف كويس هيتدخل إمتى، وهتلاقي المعاد أنسب حاجة. فهنا شيطان اليأس إما يحاربك بيأس من خطية أو يأس من ضيقة مش راضية تتفك. داود النبي وقع في الاثنين على فكرة في وقت، لكن في الضيقة مثلا جاله وقت كان ابتدى ييأس، هفضل هربان طول عمري من شاول، وفي لحظات اليأس راح عند ملك الفلسطينيين، ومش غلط لأنه احتمى في إنسان، والفترة دي كانت وحشة قوي وخسر فيها كتير، ولما رجع تاني لربنا بالتوبة وإيديه بقت شديدة ورجع للمزامير يصلي الدنيا اتظبطت. فشددوا الأيادي المسترخية، يعني إيه؟ ما تيأس مهما كانت الإحباطات، إن كانت في خطايا أو في مشاكل شد حيلك شوي، شدد يدك، ارفع إيدك، ربنا ما بيكسفش الإيد المرفوعة. برضو الإيد المرفوعة تفكرنا بكل الأنبياء والرسل، يعني موسى النبي يرفع إيده يكسب المعركة، ولما إيده ترخي من التعب يقول له لا، شدد الأيد المسترخية، أنت في رقبتك بشر، الناس اللي تحت دول كلهم في رقبتك، فيرفع إيده تاني مهما وجعته. ربنا يسوع له كل المجد لما مد إيده على صليبه، كان متألم جدا، وكان بحكم لاهوته بإرادته الحرة يقدر ينزل من على الخشب ويريح نفسه من العذاب ده، إنما هو استمر في العذاب بسببنا عشان يكسب كل النفوس. لما تلاقي إيديك بترخي افتكر إيدين ربنا يسوع اللي متسمرة، يعني حتى مش مرفوعة بعضلات إيده، لا ده عذاب أصعب كتير قوي لما تبقى إيديه شايلة جسمه كله ومتسمرة على الخشبة، فتشد إيدك شوي. والركب المرتعشة ثبتوها، برضو في واحد ممكن يتشكك في السجود، يعني أنا لو سجدت هتفرق؟ يا حبيبي بتفرق طبعا، الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له، لما تسجد ركبك دي غالية عند ربنا، فتأكد أن سجودك ده عند ربنا حاجة كبيرة، فشد إيديك وشد ركبك. وكأنه ده بيؤكد أن الصلاة مش صلاة القلب بس، لأن في ناس بتدعي أنه إيه، ربنا رب قلوب، أهو نقول كلمتين في قلبنا وخلاص وإحنا على السرير. لا، التعب في الصلاة له قيمة كبيرة أوي، جهاد الصلاة، لما تكون تعبان وبتصلي، لما تكون مريض وبتصلي، لما تكون متألم وبتجاهد عند ربنا، دي حاجة كبيرة. قولوا لخائف القلوب، خائف القلوب اللي هم المهزوزين دول، اللي ايديهم ارتخت واللي ركبهم ارتعشت، تشددوا لا تخافوا، يعني قولوا للناس ما تخافوش، هيجي لازم هيستجيب، هو ذا إلهكم. لما تلاقوا في أشعياء بالذات هو ذا إلهكم قبلها نقطة وبعدها نقطة، أظن أن ده معناه أن أشعياء شايف المسيح، لأنه لما
لما انت تيجي تشاور لواحد على حد تقول له اهو اهو، فهتلاحظوا الجزء اللي جاي اكتر من مرة اشعياء هيقول اهو. يبقى اشعياء بروح النبوة شاف ربنا على الارض، شافه متجسدا، شافه بروح النبوة يعني، فبيقول اهو هو ذا الهكم. وعشان كده تلاحظوا انها بعديها نقطة، يعني ايه؟ لان هي في ذاتها جملة مفيدة خلاص، اهو ربنا اهو، مش انتم مستنين اهو جي اهو، فبدال جي يبقى خلاص كل حاجة هتتحل. فكأن اشعياء بروح النبوة يرى المسيح متجسدا ويقول اهو الهنا هو ذا الهكم، الانتقام يأتي. الانتقام، طب وهي الانتقام دي تبعنا؟ بصوا ربنا قال لي النقمة انا اجازي، يعني ايه؟ ما تاخدوش حقكم بدراعكم، لكن الهنا الديان العادل طبعا ليوم انتقام، انتقام من الشياطين ومن اللي مشوا ورا الشياطين ومن اللي ظلموا ومن اللي افتروا. طبعا حين يأتي المسيح يأتي يوم انتقامه، لما بيتدخل ربنا طبعا بتبقى ايده قوية. كل الممالك الوثنية اللي عذبت شعب الله قديما كان لها يوم انتقام. يعني الفراعنة لما زلوا الجماعة العبرانيين كان ليهم يوم انتقام. الأموريين لما بهدلوا الناس في البرية شوية ربنا كان له يوم انتقام. سدوم وعمورة كان لها يوم انتقام. ففي كل جيل في يوم انتقام بعد فترة، ربنا يطول باله، لكن حين يأتي الله مخلصا يأتي أيضا إيه؟ منتقما من الشر. جزاء الله، جزاء الله يعني دينونة الله، يعني الله الذي يجازي الأبرار على جهادهم وصلواتهم وصبرهم، يجازي الأشرار على شرهم وظلمهم وعندهم. هو يأتي ويخلصكم، هي آية صريحة قوي. هو يأتي، ده بيكلم على ربنا، ربنا جاي، وجاي مش بالمعنى المجازي، لا ده جاي حرفا، ربنا جاي الدنيا. هو يأتي ويخلصكم. تعرفين كان أهم عقيدة الكنيسة قبل قانون الإيمان تحب توصلها للناس إيه؟ قانون الإيمان عقبال ما كتب في صياغة مقننة كان في القرن الرابع، مش كده؟ إنما الشخص البسيط اللي يؤمن بالمسيح كان يقول نفس اللحن اللي بنقوله إحنا دلوقتي. إحنا عندنا ملخص إيماننا المسيحي كلمة زي أك إي أكسوتي إمون، أتى وخلصنا. مين اللي أتى؟ ربنا. ربنا يبقى ربنا موجود، وأتى يبقى تجسد وخلصنا، ده غرض الخلاص. هذه القصة كلها. فده أصغر ملخص لكل الفكر المسيحي، زي أك إي إي اللي هي حرف، حرف بيقول جه، أتى وخلصنا. لأن من بدري بيقول هو يأتي ويخلصكم، يعني جاي عشان إيه ربنا؟ جاي عشان الخلاص، الخلاص من الموت، الخلاص من الشيطان، الخلاص من الخطية، الخلاص يعني الحياة الأبدية. حينئذ ده بقى دخلنا في العهد الجديد، لأنه أتى بدل يأتي، يبقى حينئذ هتعود على الفترة اللي المسيح هيجي فيها، يبقى دخلنا في العهد الجديد. تتفقح عيون العمي، العربي الفصحى زي، لكن تتفقح زي تتفتح، يعني الأعمى عينيها تفتح. وإحنا عندنا المولود أعمى قريب أهو في الصيام، والكنيسة حاطة المولود أعمى الحقيقة مش عشان تقول في مرة واحد شحات أعمى ربنا شفاه، هي الكنيسة ليها رسالة أقوى من كده، بتقول كل الناس مولودين عميان، لأن الخطية بالخطايا إيه ولدتني أمي، فمش شايفين ربنا. والمسيح جاء عشان يفتح عيون العميان، يكشف لهم عن نفسه، يعرفهم إنه بيحبهم، يفهمهم إنه هو الإله الحقيقي، ويكشف لهم ان الملكوت ملكوت ابدي مش يومين بتوع الدنيا. فلما ياتي المسيح شغلته بقى ايه؟ يفتح عيون العميان. عشان كده تلاحظوا من اكتر معجزات المسيح كانت مع العميان، لانه الاول عظه قالها المسيح في لوقا 4 قال روح الرب علي لانه مسحني لابشر المساكين لانادي للمقصورين بالاطلاق وللعمي بالبصر. يعني طب ما في انواع مرضى كتير قوي هيشفيهم المسيح، اختار من كل انواع المرض دول بالذات وحطها كده في الاعلان بتاعه لاول عظه بيقولها، كان ده برنامج خطته. روح الرب علي ارسلني لابشر المساكين انادي للمقصورين بالاطلاق وللعمي بالبصر. يبقى ربنا جاي يفتح عين العميان.
كلنا يا أحبائي لسه عندنا غشاوة أو قشور على عينينا كلنا. أنت قادر تشوف المسيح في الناس؟ طب المسيح ساكن في الناس القديسين دول. قادر تشوف المسيح في الجعان والعطشان والعريان؟ ما هو قال أنا الجعان والعطشان والعريان والمسجون. قادر تشوف ربنا اللي بيدير الكون ده كله؟ طب ما هو فعلا ضابط الكل ومدبر الكون. طب أنت مش شايف، يبقى عندك عمى أو عندك قشور. وقد تكون متدين وعندك قشور على عينيك، زي شاول الطرسوسي كان متدين جدا بس كان أعمى، فلما ربنا فوقه كده وهزه وبعدين عماه عشان يكتشف اللي هو كان فيه، كان عمى، كان بيقاوم ربنا الحقيقي وماشي ورا ربنا من خياله، اختلقوا في خياله إله اليهود المتعصب. هاي ربنا مش كده، ده إله الكل، ده محب البشر. فقال له أنا يسوع الذي أنت تضطهده، أنا يهوى الذي هو يسوع. بس هو كان عنده يهوى شيء ويسوع شيء تاني. كان بالنسبة له يهوى إله اليهود الذي يعبده، إله القوة والجبروت والمتعصب لشعبه. أما يسوع فده بتاع النصارى، ده بتاع المسيحيين. فقال له أنا هو يهوى، يعني يسوع. فطبعا شاول ذهل لأنه ما كانش رابط الاثنين ببعض، فقال له ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ وسابه 3 أيام كده يكتشف كم كان أعمى. فإحنا كلنا في الصيام لو صمنا كويس وصلينا كويس نقول له زي أيوب كده، بسمع الأذن سمعت عنك وإيه والآن رأتك عيناي. يعني يبدو علاقتي بيك يا رب كانت شوية معلومات وأفكار وقرايات، لكن لما أشوفك بعناية لا، ده حاجة جديدة خالص، ده خبرة جديدة قوي، ده طعم تاني خالص، أنت طلعت حلو قوي وأنت إله الكل. يقول حينئذ تتفتح عيون العمي وأذان الصم تتفتح. يبقى الأعمى يفتح والأصم برضو ودانه تفتح، ده اللي قاله المسيح بالظبط. قال طوبى لعيونكم وطوبى لأذانكم وأنبياء وأبرار اشتهوا. إذا احنا في العهد الجديد فرصتنا نشوف وفرصتنا نسمع أكتر طبعا من العهد القديم، لأن المسيح على المذبح والروح القدس ساكن فينا وأخبار العهد الجديد قدامنا، كل ده يخلي العين مفتوح. حينئذ يقفز الأعرج كالإيل. برضو ده تشبيه مكرر على فكرة، هتلاقوه مثلا في النشيد، في حبقوق، في أشعية، في أكتر من مكان. ذكر الغزال اسمه الإيل وموجود في المزامير، كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه عطشت نفسي إليك يا الله. وذكر الغزال ده حاجة ملوكي كده، يعني شكله يحسسك بالعظمة لأنه حيوان راقي يقود القطيع، وتلاقي لما يجري بسرعة قوي لكن ما يحفرش في الأرض، يهف كده ويتنطط بشياكة كده. طبعا ده بالنسبة لواحد أعرج، ده حاجة فرق السماء من الأرض. فبيقول الأعرج فيكم اللي مش عارف يمشي خطوتين على بعض، اللي متعرج في طريقه. الأعرج جاي أنه يعرج، يعني تعرجون بين الفرقتين، يعني ساعة يمشي كده وساعة يمشي كده، خطوة مع ربنا وخطوة مع الدنيا. لا، ده انت هيجي لك وقت تنط وتقفز من السعادة والفرح كالإيل، تبقى قوي ورجليك مستقيمة وخطوتك ثابتة ومركز في ربنا ومش بتبص ورا ولا بتتكعبل زي الأول. ويترنم لسان الأخرس، وكأن من لا يرنم ما زال أخرس. كل اللي مش بيسبح بالنسبة لربنا هو أخرس، وكل اللي مش ماشي في الطريق الروحي هو أعرج، وكل اللي مش شايف ربنا هو أعمى، وكل اللي مش سامع صوت ربنا هو أصم. ده احنا تشركنا خالص، يعني حضرتك أعرج وأصم وأعمى وإيه كمان وأخرس. وعشان كده مرة واحدة من معجزات المسيح كان في واحد عنده 3، فشفاهم يعني 3 حاجات خفوا مرة واحدة لما طلع الشياطين منه، حتى ان الأصم الأبكم اتكلم وسمع مرة واحدة. فيبقى ربنا بيشفي بالجمل. لأنه قد انفجرت في البرية مياه وأنهار في القفر. يعني ايه؟
يعني تعبير جميل انفجرت، تعبير ده مناسب لان احنا في اسبوع نبتدي بالسامرية ونختم بالمخلع. موضوع المية ده موضوع بيحبه ربنا. العالم بيبص على المية انه اي حاجة نتعوض فيها الا المية، المية دي من غيرها ما نعيش. لكن اللي بيشرب من المية بتاعت الدنيا بيعطش. احنا عايشين في ارض بلا ماء. المية الروحية بقى اللي هي روح ربنا، التعزية الحقيقية، الحب النقي، الإحساس بربنا، دي مية حلوة، دي مش موجود منها كتير. فيقول انفجرت في البرية مياهن، يبقى ربنا يسوع جه يفجر المية على الأرض، يقول لهم أنا جيت أهو وسطيكم، أنا ربنا اللي قاعد في السماء جيت وسطيكم قاعد معاكم على الأرض. فتنفجر في البرية مياهن وأنهار في القفر، ويصير السراب أجما والمعطشة ينابيع مية. يعني الحتت السراب، انتوا عارفين السراب، السراب لما تبقى ماشي في الصحراء ويتهيأ لك ان في حتة كده ايه فيها مية، تقرب منها تلاقي ده بس الشمس عاملة كده حركة فتتخدع. الأجمة يعني زي شلال مية طالع من الأرض، فيبقى السراب صار أجمة، يعني قد كده المية كتيرة والمية حلوة، ده إشارة لعهد النعمة وعمل الروح القدس في الكنيسة. والمعطشة ينابيع ماء، في مسكن الذئاب، في مربضها دار للقصب والبردي. يعني حتى في الحتة اللي كان يسكنها الديابة، الديابة ما تسكنش جنب المية، في الحتة المهجورة الحتة دي عمرت لدرجة بقى يطلع قصب وبردي من كتر المية عشوائي كده. وتكون هناك سكة، بصوا النبوة دي، احنا بنختم دلوقتي بقول لكم اكتر من نص اشعياء، يعتبر خلصنا نص أشعياء والنص اللي كان فيه إيه الشدة شوي، وإن كان مليان تعزيات. اللي متابعين معانا دايما مع الشدة أو الإنذار في برضو رجاء وفي حب إلهي، بس الجزء الجاي بقى هينقلنا على روح العهد الجديد، هيبقى الرجاء أعلى. يقول يكون هناك سكة وطريق يقال لها الطريق المقدس. طبعا دي نبوة دقيقة جدا. ليه؟ اللي منكم ذاكر سفر الأعمال، أول تسمية طلعت على المسيحيين الأوائل كلمة الطريق. الطريق دي مجموعة المسيحيين الأوائل قبل كلمة مسيحيين، المسيحيين دي جات متأخرة، إنما لما واحد كان يؤمن ويتعمد يقولوا دخل الطريق، اللي هو طبعا الطريق إيه؟ المسيح. أنا هو الطريق. وعشان كده بولس لما وقف يتحاكم مرة قال لهم بصوا أنا ما غلطتش في حق موسى، لكن عاوز أقول حاجة، بحسب الطريق اللي أنتوا بتتهمونا بيه، أيوة أنا شغال في الطريق ده، أنا تابع الطريق. قال لهم كده، أنا تابع للطريق، لأن دي كانت التسمية الأولى للمسيحيين. وكأنه من أكتر الحاجات اللي تعلقت قلوب المسيحيين بيها أن المسيح قال أنا هو السك، أنا هو الطريق. وأشعياء قال لهم إيه؟ هيبقى فيه سكة وفيه طريق اسمها الطريق المقدس، اللي يمشي فيها لازم يوصل، مش ممكن يتوه. فيقول لا يعبر فيها نجس، مفيش سكة تضمن ان ما يدخلهاش حيوان نجس حسب الفكر اليهودي، لكن يقصد هنا خلال المسيح مفيش بقى خطايا، مفيش افكار وحشة، مفيش كذب وغش، بل هي لهم من من سلك في الطريق حتى الجهال لا يضل. آية معزية جدا. ليه؟ طب يا رب أنا جاهل، أنا بتقول لي الدرس 100 مرة مش بيدخل دماغي، أنا بتشاور لي على الصح مش بمشي وراه برضه، أنا كسلان، أنا مخي بطيء الفهم، زي ما المسيح وصف تلميذي عمواس قال لهم بطيء الفهم، يعني ما بتفهموش بسرعة، كلنا كده على فكرة من كتر اللي ربنا بيحاول يعمله معانا. بس الجمال في الموضوع ايه؟ تمشي في السكة دي لمؤاخذة بتفهم، ما بتفهمش هتوصل. طب ده خبر كويس، يعني ايه؟ لو انت حتى ما بتفهمش هتوصل، يعني الحكاية مش معتمدة على المفهومية. وده يفرحنا، ده اللي يخلينا بنناول الأطفال، بنناول المعوقين ذهنياً، بنناول ناس مخها على قدها في استيعاب أسرار الله، لأنه طبعا من عرف فكر الرب يقدر واحد غلبان يفهم يعني إيه الثالوث وأسرار الثالوث ولا التجسد، تلاقيه مش فاهم حاجة، هو بس بيقول إيه أنا مسيحي، أنا بحب ربنا يسوع،
يعرف يقول بشفاعة والدة الإله نسجد لك أيها المسيح، خلاص هو دي الكلمتين اللي حافظهم، لكن هو مقتنع أنه جاهل ده هيوصل الطريق ده، ما الجهال يوصلوا فيه. كلام مريح ليه؟ طول ما أنت في الكنيسة ماسك في ربنا هتوصل. طب بتغلط هتوصل، طب مخك على قدك هتوصل، لسه في حاجات كتيرة مش فاهمها هتوصل، بتقوم وتقع كتير هتوصل. ليه؟ الطريق كده اللي ماشي فيها يوصل، ولو اتخذت في أي وقت وانت في الطريق هتدخل السماء. مش لازم تكون جبت آخره، لأنه يجوز انت لسه ضعيف، لكن طالما انت على الطريق أو في الطريق يبقى انت ماشي وواصل لربنا. يقول طريق يقال لها الطريق المقدس لا يعبر فيها نجس، بل هي لهم دي هدية ليهم، عمل النعمة يعني. من سلك في الطريق حتى الجهال لا يضل، لا يكون هناك أسد. ها مخوكوا راح فين بقى؟ الأسد اللي هو إيه؟ الشيطان. يعني تمسك في ربنا يسوع الأسد يجري بعيد، هو اللي يخاف منك خلاص. تقول يا رب يسوع المسيح كتير، الأسد يعمل لك حساب، تبقى ماسك في التناول جسد المسيح ودمه ما يكونش في أسد. ما تقولش الشياطين بيحاربوني، شياطين إيه ده، هم بيخافوا منك. أنت بتتناول كتير، أنت بتنادي على ربنا يسوع صبح وليل، أنت بتقول مزامير، فمفيش حاجة اسمها أسد، انساه خلاص انساه. الأسد ده يلعب مع الناس اللي إيه مش ثابتين في الطريق، مش مركزين في المسيح، لكن أنت مركز. وحش مفترس لا يصعد إليها، لا يوجد هناك، بل يسلك المفديون فيها. بصوا الدقة، دقة. ليه؟ مين اللي ماشي في السكة؟ الذي أتى وخلصهم، اللي تمتعوا بالفداء. يبقى على قد ما هم جهال وقلالات الحيلة، وأغلبهم كانوا خرص وعمي وعرج وعهات، بس كلهم اسمهم إيه؟ مفديون. مفديون يعني إيه؟ يعني علامة الدم عليهم. خدناها إمتى دي بقى؟ يوم ما تعمدنا، يوم ما تعمدنا طلعنا من جرن المعمودية واخدين لقب مفدي الرب. تاني الحتة دي مهم، يوم ما تعمدنا خدنا اللقب، تمتعنا بالفداء، التمن اللي اتدفع فينا على الصليب اتصرف لنا يوم المعمودية، اتكتبت أسماءنا في سفر الحياة، اتسمينا أولاد ربنا. طب والخطايا اللي عملناها خلاص اتحطت على رأسه، دفع ثمنها فداء لنا. يبقى الفداء خلانا اسمنا مفدي الرب. مين المفديين؟ اللي أمنوا واعتمدوا. يسلك المفديون فيها، مفدي الرب يرجعون ويأتون إلى صهيون. بصوا الكلمة الدقيقة دي، هي اسمها يروحوا ولا يرجعوا؟ حاجة تلخبط. أنت بتستخدم كلمة يرجع لما يكون المكان ده أنت كنت فيه وبعدين راجع له تاني، مش كده؟ لكن لو مكان جديد عليك تقول رايح، ما تقولش راجع، مش كده؟ معايا ولا تهت؟ تقول راجع لما تكون مثلا أنت مصري وسافرت بره وبتقول راجع بلدي، يبقى كانت بلدك. طب ليه بيقول مفدي الرب يرجعون؟ إحنا عمرنا كنا في السماء؟ ها؟ جبتوها ولا لسه؟ يوم المعمودية حصل إيه؟ اتولدنا من فوق واتكتبت أسماءنا فوق وبقينا تبع السماء، فيوم ما بنمشي من الأرض بيحصل إيه؟ بنرجع السماء، مش بنروح السماء. نروح ماشي مش غلط يعني، لكن كمان بشكل أدق إحنا بنرجع السماء اللي خرجنا منها يوم ما تعمدنا، لأنه إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أنه يرجع فوق، لا يقدر أن يعاين ملكوت الله. فيقول مفدي الرب يرجعون ويأتون، يعني إلى صهيون، بترنم وفرح أبدي. يعني أشعياء قفز بالنبوة بالروح القدس، شاف المسيح الآتي وشاف المعمودية والمفديون، وشاف كمان يوم ما داخلين السماء شكلهم إيه. هنمشي على كده كتير في الفترة الجاية بقى، قد كده النبوة مشجعة. الله يأتي، هو ذا إلهكم يأتي ويخلصكم. العميان يشوفوا ولا أصم يسمع والأخرس ينطق والأعرج يمشي، وبعدين الطريقة واضحة وسهلة، هو المسيح تثبت فيه. طب الناس دول اسمهم ايه؟ مفدي الرب. رايحين على فين؟ لا دول راجعين السماء، وهم راجعين السماء بترنم وفرح أبدي. تعبير جميل. يعني ايه؟ لما تيجي توصف السماء، السماء صعب قوي تتوصف، ما لم تره عين، ما لم تسمع،
بس من ضمن الأوصاف اللي قالها الكتاب فرح وترنم أبدي. لما تدخل السماء إيه اللي في السماء؟ ما بيأكلوش، ما بيشربوش، ما بيناموش، ما بيتخنقوش، ما بيشتغلوش، ما بيتحروش، ما بيبردوش. طب أنت مش عارف تقول إيه؟ لا، في حاجة واحدة بيعملوها طول الوقت، فرحانين وبيرتلوا إلى الأبد، ومحدش بيمل. طبعا الملل ده مرتبط بالوقت، مرتبط بالجسد، مرتبط بدماغك اللي لسه ملخبطه، لكن هناك مفيش ملل، لأن مش هتحس بالوقت أساسا، ثانية لحظة زي مليون سنة. فأنت قاعد في حالة فرح وترنم أبدي. تعبير جميل، واضح أن فكرة الأبدية واضحة في العهد القديم برضه. يبقى أشعية بالرغم أنه يهودي، واليهود كانت عينيهم في الأرض في الدنيا، واليهودي العادي مخه مش جايب قوي حتة الملكوت والأبدية، بس رجال الله لا، فاهمين كويس ان الارض مهما كانت مش هي الوعد الاخير لله، دي الوعد المؤقت للشعب القديم. ربنا كان وعد شعبه القديم خليكم معايا اديكوا ارض، طبعا ما التزموش، قام جه وقال لنا ايه؟ لا، خليكم معايا اديكوا السعب. فاحنا عندنا دلوقتي الوعد الجديد بالحياه الابديه، فمش فارق معانا الارض. نفس الفكره عاش فيها ابراهيم واسحاق ويعقوب لما يتقال عليهم كانوا ينتظرون المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبريها هو الله. نقراها تاني. تكون هناك سكة وطريق يقال لها الطريق المقدس، لا يعبر فيها نجس بل هي لهم، من سلك في الطريق حتى الجهال لا يضل، لا يكون هناك أسد وحش مفترس لا يصعد إليها، لا يوجد هناك بل يسلك المبديون فيها، ومفدي الرب يرجعون ويأتون إلى صهيون بترنم وفرح أبدي على رؤوسهم. برضو تعبير غريب، يعني إيه فرح أبدي على رأسهم؟ أكليل يعني، ولا هالة من النور، ولا إيه بالضبط الفرح اللي أبدي على رأسه ده؟ بصوا، الملكوت الآتي له عربون دلوقتي. أنت النهاردة لما تبقى مليان نعمة وماشي في الطريق بيبقى وشك فرحان. فرحتك دي الروحية اللي ملهاش دعوة بالدنيا حتة صغيرة من الفرح الأبدي، لقطة كده من الفرح المستقبلي. فتمسك بالفرح الروحي لأن هو ده اللي يكمل معاك فرح أبدي على رؤوسهم. ابتهاج وفرح يدركانهم، يهرب الحزن والتناهد. تعبير جميل قوي، لدرجة الكنيسة من حبها في التعبير الأخراني ده حطته في أشية الراقدين. كل ما نفتكر اللي سبقونا نقول لهم يا بختك، المكان اللي ما فيهوش ايه؟ حزن ولا تناهد ولا بكاء. احنا هنا في حزن، في تناهد، في بكاء، بس انت يا بختك عبرتوا ورحتوا الحتة اللي فيها الفرح الأبدي، وعندكم مكان ملوش بقى في الحزن ولا البكاء ولا التناهد. لأول مرة بقى نفاجأ أن الحكاية قلب التاريخ. وكان في السنة 14 للملك حزقية، لدرجة بعض المتشككين قالوا هي دي تبع أشعية ولا مش تبعه، بس لقوها في كل المخطوطات. فلقوا أن أشعية بالروح القدس كسر جو النبوات بقصة، بحكاية. طب يعني ما هو أنت يبتع حكايات تبقى سفر تاريخي، يبتع نبوات تبقى نبوة؟ لا، أغلب النبوءات تحوي حكايات. يعني إيه؟ دانيال مثلا تعتبروه نبوة ولا تاريخ؟ كانوا زمان حتى المفسرين يحتاروا يوزعوه إيه؟ نص نبوءات ونص تاريخ. كلكم عارفين سفر دانيال بيحكي لنا حكاية نبوخذ نصر، وحكاية الثلاث فتية وأتون النار، وحكاية داريوس وجب الأسود. طب ما دي حكايات، ده تاريخ. يعني إيه الحاجات دي حصلت فعلا ومعجزات وربنا اتدخل؟ إنما تقرأ من صح 7 لصح 12 كلها نبوءات ورؤى. أرمية مثلا برضو أغلبه نبوءات، لكن في النص تلاقي حكايات، مسكوه ضربوه سجنوه وبعدين بعت له واحد أنقذه وطلعه. تم ده حكايات، دي زي بتاع سفر الأعمال. أيوة أرمية، يتخلل النبوءة قصص. أشعية كذلك يتخلل نبوءته قصة مشهورة، هي القصة اللي جاي اللي هتاخد 3 صحات. اشمعنى القصة دي يا رب؟ ما أشعيا حالاته بتاع 50 سنة نبوة، يعني ياما عدت عليه قصص وحكايات.
إنما الحكاية دي بالذات في تاريخ شعب اليهود مهمة جدا. دي الحكاية اللي هتنتهي إن ملاك هيموت مئات الآلاف من الأشوريين بسبب الصلاة. فهي معجزة بكل المقاييس، بس معجزة مش مع شخص واتنين بقى، دي معجزة على مستوى التاريخ، يعني يمكن لا تقل عظمة عن يوم عبور البحر وغرق الفراعنة، لأنه ده بيحصل مع شعب كامل، مع جيش كامل يباهد، فدي مش حاجة بسيطة. ومن هنا مذكورة في سفر أشعياء ومذكورة في الأسفار التاريخية، هي نفس القصة تقريبا بنفس تفاصيل. كان في السنة 14 للملك حزقية أن سنحاريب ملك أشور صعد على كل مدن يهوذا الحصينة وأخذها، وأرسل ملك أشور ربشاقي من لخيش إلى أورشليم إلى الملك حزقية بجيش عظيم، فوقف عند قناة البركة العليا في طريق حق القصار. اللي متابع معانا أشعياء تنبأ في زمن أكتر من ملك. أول آية جت في أشعياء رؤيا أشعياء ابن أموس التي رآها على يهوذا وأورشليم في أيام عزية ويثام وأحاز وحزقية. يبقى في ثلاث ملوك عصرهم أشعياء قبل حزقية، يبقى أشعياء كان سنه كبر في الوقت ده. إنما كل اللي فاتوا ما كانوش مسكين في ربنا قوي، وده مخلي أشعياء حبيبي يعني إيه مكتئب، لأنه الملوك مش راضين يتوبوا. دلوقتي حزقية ده بالذات كان حلو، كان ماشي ورا أشعياء زي أب اعترافه، كان بيرجع له في حاجات كتير، وعمل نهضة روحية تقروا عنها في أسفار الأخبار، نهضة جميلة قوي، ورجع عمر الهيكل ورجع الشريعة وكسر التماثيل بتاعة الأوثان اللي عبدوها اليهود، فكان ماشي كويس قوي. في الوقت ده ربنا سمح بأن الأشوريين اللي هم شمال العراق احتلوا العالم كله بما فيهم بلاد شمال اليهود اللي هم العشر أسباط بتوع مملكة إسرائيل. فاكرين ولا تهتوا؟ احنا قلنا اليهود اتقسموا قسمين، قسم كبير عشر أسباط كلهم وثنيين دلوقتي، دول اسمهم مملكة الشمال أو مملكة إسرائيل أو السامرة، لأن العاصمة كانت السامرة. مملكة الجنوب اللي فيها الهيكل فيها أورشليم فضل يهوذا ومع بنيامين. فالعشر أسباط وقعوا خلاص من كتر قوة الأشوريين، ده غير بقى كل البلاد اللي حواليهم الآرام وأدوم، وكل البلاد دي ضاعت، الأشوريين اجتاحوا البلاد ودخلوا على اليهودية، خدوا القرى اللي حوالين أورشليم كلها. خدين بالكم الدائرة عمالة تضيق عليهم، فضل أورشليم بس. أورشليم طبعا زي نقطة في بحر بالنسبة لقوة الأشوريين، دي قوة عالمية اجتاحت العالم كله، فضل بلدة صغيرة نسبيا اسمها أورشليم، كل المدن الكبيرة وقعت، كل القرى حتى اليهودية راحت. فيقول أرسل ملك أشور سنحريب يعني ربشاقي، ده رئيس جيشه هنسمع عنه كتير الفترة دي، إلى أورشليم إلى الملك حزقية بجيش عظيم. هو كان سامع أن حزقية ده بتاع ربنا، ويبدو أنه بتوع الدنيا بيخافوا قوي من اللي بيعرفوا يصلوا، بيخافوا. فمالك حزقية دونا عن كل الملوك على قد ما مملكته صغيرة، بس في ميزة أن الراجل ده بيعرف يصلي. فسنحاريب الوثني زي العيل هم، فبعد جيش ضخم جدا لا يتناسب أبدا مع المأمورية دي، أورشليم دي لو 10,000 عسكري يخلصوا عليه، بعت لها 180,000، ايه يعني فيها ايه أورشليم دي؟ فخرج إليه الياقيم ابن حلقية الذي على البيت وشبن الكاتب ويؤاخ ابن أساف المسجل، اللي هم زي ايه المسؤولين في البلد، واحد اسمه الكاتب زي مثلا مندوب الرئيس يعني، والذي على البيت ده كبير اليوران، والمسجل ده زي وزير بتاع الشؤون الداخلية، حاجات من النوع ده بس ليه أسماء ساعتها. فقال لهم ربشاقي قولوا لحزقية هكذا يقول الملك العظيم ملك أشور، بصوا الأسلوب لحزقية حتى مش للملك حزقية، وهذا يقول الايه الملك العظيم، وطبعا ده كل ده أسلوب ضغط نفسي، يعني حزقية بتاعكم والملك العظيم بتاعنا، عشان حزقية يتهز هتروح فين انت يا حزقية قدام
سنحريب ده المرعب اللي العالم كله خضع ليه. ما هو هذا الاتكال الذي اتكلته؟ اتاري بيحصل ايه لما كانوا الاشوريين يقربوا من اي بلد؟ الملك يطلع يسجد قدام ملك اشور ويسلم مفاتيح البلد من سكات، والا هيذبحوا كل البلد. فكان كل الممالك اللي اكبر من اورشليم عملت كده، لانه عارفين ان الراجل ده ما بيرحمش، فلو ما سلمتش المفاتيح والبلد كلها خضعت لي يبقى هيطيح. فهو فوجئ ان حزقية لا بيطلع يقابله ولا مطلع المفاتيح ولا ناوي يسلم. فدي جننت بقى ملك اشور، ازاي وازاي المفعوص ده يعني يقف قصادي؟ يطلع مين يعني؟ فقال له ما هذا الاتكال الذي اتكلته، يعني اديني تفسير انت متكل على ايه بالظبط ممكن يخليك تقف قصادي. طبعا اسلوب برضو ايه، في نوع من الهت كده والهجوم. اقول انما كلام الشفتين هو مشورة وبأس للحرب. يعني ايه؟ يعني الكلام سهل بس احنا مش هنتكلم بس، لا خلي بالك الكلام ده بداية الحرب، يعني لو ما وطتش راسك انت هتشوف بقى الحرب بعينيها ومش هيعيش لك بني ادم. والان على من اتكلت حتى عصيت علي؟ انك قد اتكلت على عكاز هذه القصبة المردودة على مصر. طبعا احنا بنتغاظ منه عشان بيهزق في بلدنا، انما هم كانوا اليهود عندهم غلطة مشهورة لما كانوا شعوب وثنية من ناحية الغرب، من ناحية الشرق زي مثلا آرام سوريا او ادوم او بابل، تيجي بدل ما يصلوا يعملوا ايه؟ يحتموا في مصر، على اعتبار مصر كانت قوة اخرى ممكن تقف لهم. في الوقت ده مصر كانت ضعيفة شوية. فهو تصور ملك اشور ان اللي مقوي حزقيا انه ما سلمش البلد انه غالبا بعت رسالة لملك مصر قال له تعالى الحقني. قال له انت رايح تتكل على مصر؟ وبعدين قال له تشبيه مهين كده لبلدنا، قال له ايه؟ انك قد اتكلت على عكاز هذه القصبة المردودة. عارفين لما راجل كبير يجي يتكئ على عصاية وتكون مردودة يحصل ايه؟ تاخده تقع بيه، او تكون رفيعة زيادة فتخرم له ايده تعوره. فهو قال له مصر دي عصاية مخبطة هتخرم ايدك، ادي كل اللي هتعمله فيك. انك قد اتكلت على عكاز هذه القصبة المردودة على مصر التي اذا توكأ احد عليها دخلت في كفه وثقبته. هكذا فرعون ملك مصر لجميع المتوكلين عليه. واذا قلت لي، يبقى هو سامع برضه ان حزقية مش بس بيقول يا مصر، لا ما قالش يا مصر، هو عنده اخبار، لانه طبعا عنده مخابرات يعني، ان حزقية ده بيصلي. قال له بقى لو كنت بتفكر ان ربنا بتاعك هينفعك، ده انت كده بتضحكني يعني. عاوز يقول له كده يعني لما اقول اتكلت على مصر اهو تفكير ناس عاقلين، لكن طبعا مصر تروح فينا فين. انما اذا قلت لي على الرب الهنا اتكلنا، افليس هو الذي ازال حزقية مرتفعاته ومذابحه؟ حزقية لما قعد في الملك، ابتدى ملكه، عمل نهضة روحية. قلنا عمل ايه؟ شال كل المذابح والمرتفعات اللي على الجبال. المرتفعات دي بدأت زمان من قبل سليمان كمحاولة لتقديم ذبائح لله، عشان كده نسمع ان ربنا ظهر لسليمان في مرتفع اسمها جبعون قبل ما يتعمل هيكل سليمان. لكن نفس المرتفعات دي لما كان الشعب يزوغ من ربنا يستبدلوا المذبح، بدل ما يذبحوا لربنا يذبحوا للايه؟ للأوثان. فكان حزقية في خطته يشيل كل المرتفعات، حتى لو قالوا له دي اصلا كانت معمولة لربنا يقول لهم شيلوا، مش عاوز غير الهيكل بس، مش عاوزين تشتيت للناس، مش عاوزين افكار غريبة، مش عاوزين في احتمال نتراجع تاني للوثنية، شيلوا كل المرتفعات والمذابح من كل المناطق العالية عشان تبقى عينينا في راسنا نشوف الناس بتعبد ربنا ولا لا. وربنا كان فرحان بالفكرة دي من كتر طبعا الوثنية وانتشار. بس هنا مسكها له بقى ربشاقي ده او سنحريب، يعني قال له مش انت شلت بايديك
المذابح اللي كانت اساسا لربنا، تفتكر ربنا بتاعك هيبقى راضي عنك؟ شوفوا الضغط النفسي بيلعب عليه. ومين قال لك ان ربنا بتاعك راضي عليك؟ ما انت واقع مع ربنا بتاعك اساسا. هو طبعا بيوفر مجهوده عشان ايه؟ يسلم وخلاص من غير حرب. اذا قلت لي على الرب الهنا اتكلنا، افليس هو الذي ازال حزقي مرتفعاته ومذابحه وقال ليهوذا ولاورشليم امام هذا المذبح تسجدون، على الهيكل يعني. فالان كل ده استفزاز، راهن سيدي ملك اشور اعطيك 2000 فرس ان استطعت ان تجعل عليها راكبين. منتهى الاستفزاز. عارفين لما تقعد اللي فيكم يفهم في الشطرنج مثلا، تخيل واحد بيقول لواحد انا هشيل كل العساكر والطابية والفيل والحاجات دي وهخلي مثلا الملك والحصان وايه وهغلبك، حاجة من النوع ده. يعني بيقول له ايه؟ انا هجيب لك انا من عندي 2000 فرس بتوع حرب، بس طلع لي من عندك 2000 فارس، يعني انا هسلفك عشان تحاربني. يعني انت اساسا واقع خالص، ما عندكش اي جيش، فانا هديك 2000 فرس بس انا عارف ان ما عندكش 2000 فارس. منتهى الاستفزاز طبعا، كلام يخليه يشك. ان تجعل عليها راكبين فكيف ترد وجه والي واحد من عبيد سيدي الصغار؟ يعني انت مفروض كلامك مع واحد من الصغارين بتوع سنحريب، انت واقف بتتكلم مع ربشاقي ده رئيس الجيش، فانت يعني غلطت غلطة كبيرة قوي حزقية لما ما طلعتش وسجدت من الاول. وتتكل على مصر لأجل مركبات وفرسان، الآن هل بدون الرب؟ شوفوا برضو التشكيك الأخير، مين قال لك إن ربنا ما قاليش اطلع وخرب؟ هو بيسرح بيه برضو، قال له على فكرة ربنا بتاعك هو اللي قايل لي أجي أخربها على دماغك لأنك أنت وحش أنت وشعبك. ما هو في لحظة الضعف الشيطان يلعب بكل الأفكار، يعني كأن الشيطان بيقول له ما هو ربنا غضبان عليك وهيأدبك انت وشعبك فأحسن تسلم. هل بدون الرب صعدت على هذه الأرض لأخربها؟ الرب قال لي اصعد إلى هذه الأرض واخربها. ما هو كذاب، ما هو ابن الشيطان طبعا، فكذاب وأبو كذاب. فقال الياقيم وشبن ويؤاخ لربشاقي، اللي هم المندوبين بقى اللي بيكلموا مع رئيس الجيش، كلم عبيدك بالأرامي، يعني احنا ايه وزراء زي بعض نتكلم بلغة نفهمها، مفيش داعي نتكلم والناس تسمعنا. طبعا واضح ان ده كان موقفهم ضعيف، هم مش عاوزين يسمعوا الجبروت اللي بيكلم بيه ربشاقي لان الشعب هيتهز. لو الاخبار وصلت للشعب اللغة دي خلاص الشعب هينهار نفسيا. فقالوا له كلمنا زي ما احنا بنتكلم كده بالارامي لاننا نفهم، ولا تكلمنا باليهودي في مسامع الشعب الذي على السور. هم زي اللي وقعوا في جملة، لانه هو خدها ذريعه قال لهم يا وانا مين قال ان انا جاي لكم؟ انا جاي للشعب اللي سمعنا من بعيد ده عشان يلحقوا يحضروا نفسهم للموت ويدفنوا عيالهم. كلام بقى ما خلاص هم تهزوا، فلما تهزوا الثلاثه هو ساق فيها. فقال ربشاقي هل الى سيدك واليك ارسلني سيدي لكي اتكلم بهذا الكلام؟ اليس الى الرجال الجالسين على السور ليأكلوا عذرتهم ويشربوا بلهم معكم؟ طبعا تعبير ايه مستفز ومش مهذب طبعا، يعني خليهم يأكلوا ويشربوا البراز والبول بتاعهم قبل ما يموتوا لان ده اللي هيعرفوا يعملوه. كلام مهين وشتايم وتعيير، ومنتهى الجبروت بيتكلم وبثقة عالية جدا، والتلاتة اللي قصاده مندوبين حزقية موقفهم ضعيف جدا. ثم وقف ربشاقي ونادى بصوت عظيم باليهودي، سأ فيها بقى، وقال اسمعوا كلام الملك العظيم ملك أشور، هكذا يقول الملك لا يخدعكم حزقية لأنه لا يقدر أن ينقذكم ولا يجعلكم حزقية تتكلون على الرب قائلا إنقاذا ينقذنا الرب. هو عارف حزقية هيقول إيه، حزقية هيروح للناس يقول لهم ربنا مش هيسيبنا، يلا نصلي ونصوم، مش هيغزلنا، ده إله موسى وإله الأنبياء فقال لهم بصوا هيقول لكم كلمتين التعبانين بتوع دول ما تصدقوش لأنه مش هتقدروا. لا تدفع هذه المدينة إلى يد ملك أشور، لا تسمعوا لحزقيا لأنه هكذا يقول ملك أشور، أعقدوا معي صلحا واخرجوا إلي
وكلوا كل واحد من جفنته وكل واحد من تينته واشربوا كل واحد ماء بئره. نظام ايه؟ انا هأمنكم، انا مش هعتدي على اراضيكم ولا اخد حالكم، انتوا هتبقوا زي مستعمرة تبعنا بس مش هحرم حد من حاجة. طبعا كل دي وعود كاذبة كعادة الوثني. حتى آتي وآخذكم إلى أرض مثل أرضكم، هننقلكم بعد كده لبلاد محترمة تعيشوا عيشة أحسن من عيشتكم دي، اللي هي فكرة النقل للأشور أو بابل. سبي مثل أرضكم، أرض حنطة وخمر، أرض خبز وكروم، لا يغركم حزقيا قائلا الرب ينقذنا. هل أنقذ، دي بقى في رأيي اللي وقع فيها بزيادة، لأنه قارن ربنا ببقية الآلهة. هو بالنسبة له كوثني ربنا بتاع اليهود زي إله الجماعة الأراميين، زي إله الصيدة وصور، فهو بالنسبة له إله وخلاص. هل أنقذ آلهة الأمم كل واحد أرضه من يد ملك أشور؟ أين آلهة حماة وأرفاد؟ أين آلهة صفرايم؟ هل أنقذوا السامرة من يدي؟ ما كان خد بلاد اليهود التانية. من كل آلهة هذه الأراضي أنقذ أرضهم من يدي حتى ينقذ الرب أورشليم من يدي؟ يعني بصوا كده مقارنة بكل الشعوب، مين قال إن أنتم مش هتقعوا في إيدي؟ ما كل الشعوب دي كانوا بيصلوا، ما كل دول كانوا بيصرخوا لإلههم وكلهم هلكوا، فأنتوا يعني دور عليكم. فسكتوا ولم يجيبوا بكلمة لأن أمر الملك كان قائلا لا تجيبوا. الملك طبعا في موقف ضعف، فكان موصي رجالته ما تردوش عليه، استنوا لما نرجع نتفاهم نشوف هنقول ايه، لأن الموقف فعلا ضعيف جدا. فكانوا يسمعوا الشتيمة ويسكتوا، وطبعا موقف مخزي قدام الشعب. فجاء اليقيم ابن حلقية الذي على البيت وشبن الكاتب ويؤاخ ابن أساف المسجل إلى حزقية وثيابه ممزقة. يعني من كتر إحساس العار والخزي والتهزيء اللي سمعوه يعني شقوا هدومهم، لأنه حاسين ده يوم ما كانش على البال، وعن دول وزراء أو ناس كويسين وكلهم ناس أتقياء، لأن حزقية كان محاصر نفسه بناس أتقياء، بس اليوم ده ما عداش قبل كده. هنشوف يا ترى هيعمل إيه بقى حزقية عشان يغير مسار المعركة، وإزاي أشعياء النبي هيبقى له دور عظيم في المعركة دي، وهتبقى معركة روحية لإلهنا كل مجد وكرامة إلى أبدا.